هذه صواريخ للطيران استخدموها الحوثيين كألغام فردية. هذه عبوات ناسفة توضع على الطريق تعمل بالنظام الإلكتروني لضبط المسافات بالمتر. عند اصطدام الموجة تتحول إلى انفجار. إذا وجدوا المواطنين من هذه الأصناف لا يتم الاقتراب منها من أمام العدسة. تحذير بقية الشعب اليمني العظيم، إذا مروا من أمام هذه الأجسام الهندسية الذي وضعوها على شكل الطبيعة فلا يمروا من أمامها. العدسة هذه عبارة عن نظام إلكتروني، من خلال ما يمر المارة تصطدم الإنسان بالموجة وتتحول إلى كهرباء تفجير. هذه مواسير بلاستيكية وضعوها عبوات ناسفة بموها على طبيعة الأرض. هذه ألغام إيرانية الصنع، وهذه شوائل متفجرة توضع كأنها أسمدة على الطرقات، وهي عبارة عن أنظمة داخلها أنظمة إلكترونية عن بعد. نحن اليوم فريق هندسة المقاومة الوطنية تقوم بتكوين جزء بسيط جدا، ولا وصلنا إلى حتى 1% من مزرعة المنشيات في مدينة الحديدة، وليس محافظة الحديدة وإنما مدينة الحديدة. وعلى الأقل يعني ما تمشيش في اليوم الواحد في مدينة الحديدة ومديريات الحديدة إلا وتحصل على حالة إلى حالتين من الضحايا المواطنين، عندما يدخلون مزارعهم أو عندما يدخلون قراءهم أو يمرون إلى منازلهم يحصلون على الأفخاخ التي تم زرعها الحوثيين لهم وليس للجيش. الجيش بعيد من قرى المواطنين، بعيد من أماكنهم، بعيد من مساكنهم، ومع ذلك ستتمكن فرق الهندسة بعون الله تعالى من تطهير المنطقة بشكل عام، تدمير ما بيحصدوه. وهذه هي منجزاتهم، الذين يروجون بها على أنهم يقومون بعمل وفعل وسوى و و و و و و إلى ما لا نهاية. هذه هي ما ينتجونه، ونحن ما نفجرها بها الكميات هذه إلا إحنا من ناحية أمنية، ولا لدينا الكثير والكثير والكثير، نتمكن تفجيرها خلال كل أسبوع من كثر العبوات الموجودة في المدن وفي الطرقات. لأن الفرق الهندسية مشتغلة بعملية النزع أكثر من 10,000 لقم تقريبا، لا حتى الآن تقريبا أكثر من 10,000 لقمة التي تم نزعها باسم هندسة المقاومة الوطنية فقط، وليس هندسة العمالقة والمزمع المقاومة الوطنية فقط، أكثر من 10,000 لقمة. وهذه اللي ما تشاهدونها الآن من صواريخ ومن عبوات مبتكرة وليزرية، اللي تعمل بنظام التحكم عن بعد، وعدة أنواع من العبوات، والحمد لله بعون الله تمكننا من فهمها وطرقة عملها وتم التعامل معها، وما ابتكروا من شيء جديد إلا وتمت فرق الهندسة بالقضاء عليه والتعامل معه.